هيونداي إيلانترا اي دي استيراد بالكامل من كوريا، اعلى فئه الفئه السادسه. نشوف المواصفات العامة للسيارة. الدايمنشن الطول 4.57 متر، العرض 1.80 متر، الارتفاع 1.45 متر. فيها إيموبيلايزر مانع جاز مانع للسرقة، وفيها فرانت إيرباج وباسنجر في إيرباج، يعني 2 إيرباج، وفيها فرامل اي بي اس حماية تصفيح للأبواب الجانبية، سنسورز أمامية وخلفية عشان الباركينج، 7 إنش تاتش سكرين وبلوتوث وانس فري سيستم، وهنا يو اس بي اوكسيلاري، مرايات قابلة للطاي، رين سنسور حساس مطر، والإضاءات الخلفية ليد، كمبيوتر رحلات والكروس كنترول، مثبت سرعة، ليزر سيتس، مقاعد جلدية، مقاعد خلفية قابلة للطاي، وطبعا في فتحة سقف. نبتدي جولتنا البانورامية حوالين العربية إيلانترا اي دي. الشبكة المميزة للإيلانترا اللي هي على شكل حرفين L كده مقلوبين من اليمين والشمال، واللي معروضة في الإيلانترا لون بلاك، اللون بلاك فيها خطير. الجنود 17 إنش، ودي الفئة السادسة رقم 6، والفئات اللي قبل كده كانت كلها الجنود 16 إنش. الإطارات هانكوك، مرايات ضم كهرباء، والإشارات الإشارات الموجودة في المرايات، وبعد كده المقابض كروم أو متنكلة يعني. الزجاج الأمامي والخلفي مفهوش تعتيم، زجاج شفاف. شكل الإيلانترا معروف، يعني إيه ما فيش تغييرات كثيرة في شكل الإيلانترا. في صعوبة في التصوير شوية نظرا للعدد الكبير من الناس. ده شكل المصابيح الخلفية بعد إضاءتها والستوب، حتى ضغط على الستوب على البريك. علامة هيونداي واضحة وكبيرة في الشنطة. سنسورز البارك مش عارف واضحة قصادكم ولا لأ. الزحام شديد صراحة على جناح هيونداي. ده شكل العربية من بعيد. دي المستوردة، أنا استعرض تاني دلوقتي. هندخل العربية عشان نشوف المساحات الداخلية. ده شكل الصالون معانا، رحبه واسع. العربية حقيقة وحش كمساحة، تبقى مساحة رحبة. من قبل ما ادخل واركب ونشوف الناحية التانية، واضح ان اللي قدام هيرتاح في الجلوس واللي ورا هيرتاح جدا في الجلوس. في انعكاس ضوء شوية بنحاول نبعد عنه. مساحة الشنطة مرعبة لكن شفة التحميل عالية. ندخل العربية دلوقتي ونشوف الدخول. بالنسبة لنا الدخول مش مريح شوية لأن العربية واطية على الأرض. شكل الطابلوه معانا بالنسبة للعربية كلاسيكي خالص، بس كل حاجة في متناول الإيد. هو شكل الطابلوه بالظبط زي شكل الطابلوه أو مقارب لفورمة الطابلوه التوسان، الهيونداي توسان أو التوسون.
بيحافظوا على الفورمة معينة عشان يبقى في اقتصاديات في تكاليف الانتاج. تمام، ادي الطارة بتاعتنا، وفي اليمين التحكم في الكروز كنترول وتحكم في المنيوز بتاعة العدادات، وعلى الشمال عندنا في التحكم في البلوتوث فتح وقفل ومفاتيح المالتي ميديا. الشاشة الوسطية بتاعتنا 7 انش، مش 8 انش، 7 انش، والزراير التحكم في المالتي ميديا موجودة معانا. وهنا ده مكان الفلاشر بتاع السيارة، وفي مكان وضع يسهل الوصول اليه. وهنا مفاتيح التحكم في التكييف، وادي الفتيس بتاعنا، وفي ستيبترونيك بلس وماينس، وفي هنا مخرج 12 فولت وي او سي بي واي او اكس، ومخرج ومكان الولاعه، وفي 2 كاب هولدر. موضوع بسيط خالص. وهنا ده زر الدرايف مود اللي بيظبط الدرايف مود، و البريك ده سيستم البريك لما يبقى فيه عائق، اللي هو البريك اسيستنت لما يبقى فيه عائق قدام العربيه، العربيه تقف او تدوس فرامل لوحدها لو السائق مش واخد باله. نشوف مساحات التخزين بتاعه الدرج. الدرج بيفتح بالراحة، مساحة تخزينية بتاعته صغيرة ليست كبيرة، ومساحة التخزينية اللي في الباب يدوبك تاخد زجاجة مية معدنية صغيرة. ارتفاع المناسد من المسند الوسطي بتاع كونسول النص ارتفاع مناسب، ومناسب هنحط ايدي مستريحة فيه، انما ما بيمتدش للامام المسند، راجع لورا سنة. ومساحة تخزين كبيرة، وفي مخرج 12 فولت موجود في مساحة التخزين بتاعة كونسول النص. والفرش جلد، وجلد هنا جميل جدا اللي هو مخرم عشان تقليل التعرق. هنفتح كده الباب بحيث نشوف شكل العدادات. ادي شكل العدادات. هنعمل انارة لنور السيارة، ادي نور السيارة منور الامامي والخلفي، وادي شكل لوحة العدادات.